إرشادات وتوجيهات ودروس تطبيقية في مجال تربية الأسماك في المياه العذبة تلقاها أزيد من 30 شابا من ولايات أم البواقي وسقهراس وخنشلة وتبسة وكالمة ممن يحملون مشاريع الاستثمار في هذا المجال. هذه المزرعة اللي تقدر من خلالها يتعرفوا المستثمرين حاملين المشاريع لعدم دراسات على مستوى مديرية السيد البحري وتربية المائيات في ولاية قالمة، أنهم يتعرفوا على سير مزرعة تربية المائيات كنموذج ناجح وهي كوسيدير. أيضا العديد من المستثمرين من ولايات أخرى عن طريق الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب جاءوا أيضا من أجل معاينة هذه المزرعة والتعرف على كيفية تسييرها. التكوين الذي أشرف عليه إطارات ومهندسون تابعون لشركة كوسيدير للزراعة التي تمتلك تجربة رائدة في مجال استزراع أسماك البلط الأحمر منح فكرة أوسع وتحفيزا للمشاركين من أجل الشروع في تجسيد مشاريعهم. جيت اليوم للصحراء الممشى عند كوسيدير نشوف كيفاش تجسد المشروع، باش ننطلقوا إن شاء الله في المشروع تاعنا. خلال هذه الزيارة شفنا كيفاش تكون تربية المائيات وتربية الأسماك، كيفاش نعطوه العلف، كيفاش نديروا الأمور التقنية كل. مرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع في مجال تربية المائيات يسهم في تذليل الصعوبات وإزالة العقبات، ما من شأنه أن يساعد على تطوير هذه الشعبة.